اليوم غادي نشوفوا تمارين داعمه بالنسبه للثانيه اعدادي في الرياضيات. حنا غادي نفترضوا باننا تنقراو وصلنا لفرد رقم جوج، غادي نديروا هو فرد منزلي رقم جوج الاسدس اثنان. هذا الفرد رقم جوج الدروس اللي المفروض تكون في هذا الفرد رقم جوج، الدرس ديال الترتيب والعمليات، الدرس مثلث قائم الزاويه والدائره، والدرس ديال المتجهات والازاحه. حنا غادي نديروا ثلاث تمارين، هاد التمارين ها هما بثلاثة، هذا هو الفرد المنزلي. إلا عندك الإمكانية كيفاش توقف الفيديو، أتوقف الفيديو، أتعطي راسك فرصة تحاول تجاوبوا على التمرين، وحنا ديك الساعة غادي نبداو نسحب. يلاه نتوما دابا حاليا إلا عندك الإمكانية توقف الفيديو، وقف الفيديو. ها هو عندك تمرين واحد، تمرين جوج، تمرين ثلاثة، حاول تجاوب على التمرين، حاول تختبر القدرات ديالك، وغادي نبداو في تسحب التمرين. دابا نبداو في تصحيح التمرين رقم واحد. غادي نقرا التمرين رقم واحد اولا. التمرين رقم واحد عنده الدرس ديال الترتيب والعمليه، كيترتب الدرس ديال الترتيب والعمليه. السؤال واحد قارن العددين ناقص 3 على 5 وناقص 6 على 7، هذا السؤال الاول. السؤال اثنان اوضع عددين جذريين بحيث ا اكبر من ناقص 8 و ب اكبر من 5، بين ان كاين الف ب ج د. الف بين بان ا زائد 4 اكبر من ناقص 4، ب ناقص 1 على 2 اكبر من 9 على 2، ج ا زائد ب اكبر من ناقص 3، ود 1 على ا اكبر من ناقص 2. اذا علمت سؤال 3، اذا علمت ان اثنان اكس زائد 1 اكبر من 7، اكس عدد جذري، بين ان اكس اكبر من 3، غادي نبداو في التصحيح. تصحيح التمرين واحد. السؤال الأول، لمقارنة عددين جذريين تنديروا الفرق ديالهم باش نعرفوا شكون الأكبر. القاعدة اللي يقول لك خصنا نديروا أ ناقص ب، إذا كان الفرق موجب يعني العدد الأول أكبر من العدد الثاني، إذا كان الفرق سليم يعني العدد الأول أصغر من العدد الثاني. إذا نقارن ناقص 6 على 7 وناقص 3 على 5، إذا غادي ندير الفرق ديالهم، ناقص 6 على 7 ناقص ناقص 3 على 5. إذا أول خطوة لحساب فرق عددين جذريين تديروا توحيد المقام. إذا هنا المقام الموحد هو 35، 35، علاش درت هنا عندي ناقص، عندي ناقص، علاش درت زائد مباشرة؟ لأن لتحويل عملية الفرق إلى عملية الجمع تديروا العدد الأول زائد مقابل العدد الثاني. إذا هنايا فجرنا 7، 7 ضربنا في 5، إذا حتى ناقص 6 في 5 إذا تعطينا ناقص 30، 5 ضربنا في 7 إذا حتى 3 في 7 تعطينا 21. إذا ناقص 30 زائد 21 هي ناقص 9 على 35. ناقص 9 على 35 عدد سالب، عدد سالب أصغر من الصفر، إذا العدد الأول أصغر من العدد الثاني، إذا ناقص 6 على 7 أصغر من ناقص 3 على 5. هذا السؤال الأول. دابا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني يبين أن كاين ألف وباء وجيم ودال. نديو ألف، نبين أن أ زائد 4 أكبر من ناقص 4. إذا نستعمل المعطى اللي فيه أ. شنو هو المعطى اللي فيه أ؟ لدينا شنو عطانا في المعطيات؟ لدينا أ أكبر أو يساوي ناقص 8. أ زدنا لها 4، يعني الطرف الأول زدنا له 4، يعني حتى الطرف الثاني خصنا نديرو 4. إذا أ زائد 4، إذا أ زائد 4 أكبر من ناقص 8 زائد 4. أ زائد 4 تبقى ناقص 8 زائد 4 هي ناقص 4. حنا جاوبنا على السؤال ألف. دابا نشوفوا السؤال باء. السؤال باء بين أن ب ناقص 1 على 2 أكبر من 9 على 2. نستعملوا المعطى اللي في ب. لدينا ب أكبر من 5،
أنا الطرف الأول نقصنا الواحد على اثنان، إذا حط الطرف الثاني نقصه الواحد على اثنان، إذا ب ناقص واحد على اثنان أكبر من خمسة ناقص واحد على اثنان. ب ناقص واحد على اثنان نحدو المقام، هذه خمسة هي عشرة على اثنان ناقص واحد على اثنان. عشرة على اثنان ناقص واحد على اثنان هي تسعة على اثنان، إذا ب ناقص واحد على اثنان أكبر من تسعة على اثنان. لدينا إذا جيم عندنا أ زائد ب أكبر من ناقص ثلاثة، إذا عندنا جوج ديال المعطيات، نستعملو المعطيات جوج، غادي نستعملو المعطى ديال أ اللي هو لدينا أ أكبر من ناقص ثمانية و ب أكبر من خمسة، نجمعو الطرف الأول زائد الطرف الأول، يعني خصنا كذلك نجمعو الطرف الثاني زائد الطرف الثاني، إذا أ زائد ب أكبر من ناقص ثمانية زائد خمسة. ناقص ثمانية زائد ناقص خمسة زائد خمسة هي ناقص ثلاثة، أ زائد ب أكبر من ناقص ثلاثة. السؤال السؤال ده بين أن واحد على أربعة أ أكبر من ناقص اثنان، إذا هذا واحد على أربعة أ يعني المعطى الذي نستعمله هو أ، لدينا أ أكبر من ناقص ثمانية. الطرف الأول ضربنا في واحد على أربعة، واحد على أربعة عدد موجب، إذا هذه نحافظ على المستطيل ونضرب جميع الأطراف في العدد الموجب، إذا واحد على أربعة في أ أكبر من واحد على أربعة في ناقص ثمانية، يعني واحد على أربعة في أ أكبر، واحد على أربعة في ناقص ثمانية هي ناقص اثنان. لدينا إذا السؤال الثالث، أعطانا واحد المعطى ثالثا، واحد المعطى أن اثنان إكس زائد واحد أكبر من سبعة، السؤال هو بين أن إكس أكبر من ثلاثة، نتقول لدينا اثنان إكس زائد واحد أكبر من سبعة، إذا خصنا نتخلصوا من واحد ومن بعد خصنا نتخلصوا من اثنان، إذا هنا عندي زائد واحد، إذا باش نتخلصوا من زائد غادي نديروا ناقص واحد للطرفين، يعني الطرفين بجوج ديالهم غنقصرهم واحد ونزيدوهم ناقص واحد، إذا لدينا أنا نديرو زائد واحد ناقص واحد، نقص واحد للطرف الأول، إذا غادي نقص واحد للطرف الثاني، سبعة ناقص واحد، صافي؟ إذا واحد ناقص واحد هو صفر، يبقى لنا هنايا اثنان إكس أكبر من سبعة ناقص واحد هي ستة. دابا أنا عندي اثنان، المقلوب ديال اثنان هو واحد على اثنان، إذا باش نتخلص من اثنان غادي نضربو الطرفين في واحد على اثنان، إذا واحد على اثنان في اثنان إكس أكبر من واحد على اثنان في ستة، واحد على اثنان في اثنان إكس، إذا واحد على اثنان في اثنان هي واحد، نختزلوها يبقى لنا إكس أكبر من واحد على اثنان في ستة هي ثلاثة. دابا سالينا التمرين رقم واحد، غادي نخليكم تنقلوا التصحيح ونخليكم تجاوبوا على التمرين رقم جوج، وغادي نبداو في التصحيح ديال التمرين رقم اثنان. دابا غادي نشوفوا التصحيح التمرين اثنان اللي كنا خليناكم تجاوبوا عليه. في التمرين اثنان عندنا ا بي قطر في دائره مركزها او وشعاعها 2.5 سنتيمتر، ام نقطة من هذه الدائرة حيث ام تساوي 4. السؤال الأول أنشئ الشكل، إذا عارف بأن القطر ديال الدائرة هو 2.5، الشعاع ديال الدائرة هو 2.5، إذا شحال هو القطر ديال الدائرة؟ هو 2.5 في 2 يعني 5 سنتيمتر، إذا الأول نبدأ إنشاء ا بي اللي هو القطر ديال الدائرة، غادي نرسم واحد القطر ها هو، شوف مزيان الطول ديالو 5 سنتيمتر، المنتصف هو المنتصف هو المركز، يعني هنايا او هنا ا بي، ناخذ بكار وغادي نرسم الدائره التي قطرها ا،
دائرة خطوة فقط. هيا دائرة خطوها ب وشعاعها 2.5 سنتيمتر، يعني هنا 2.5، هنا كذلك 2.5 سنتيمتر. إيه نقطة من هذه الدائرة بحيث كاين واحد الشرط هو أن أم تساوي 4. إذا إما ناخذ البكر وناخذ فيه 4 ونص أم، ولا ناخذ مسارة حتى نلقى شي نقطة في الدائرة وتكون تبعد ب 4 سنتيمتر عن أ، يعني مسافة أم تساوي 4. هي نقطة M، احنا رسمنا الشكل، ممكن نربطو هاد المثلث لأن كتبين أن المثلث قائم زاوية، غادي نربطو ما بين B و M، غادي نربطو كذلك ما بين A و M، نربطو كذلك ما بين A و M، هاهي RBC، ABM مثلث. دابا خصني نبين بان هذا المثلث قائم الزاوية. عندنا خاصية في الدرس ديال المثلث قائم الزاوية والدائرة، تقول لك بأنه إذا كان مثلث محاط بدائرة قطرها هو أحد أضلاع المثلث، فإن هذا المثلث قائم الزاوية. إذا هنا غادي نكتبوا عندنا المثلث ABM مثلث محاط بدائرة قطرها AB، والAB هو ضعف المثلث. ABM RBM مثلث محاط بدائرة قطرها RB، RB هذا هو ضعف المثلث اللي عندنا RBM. إذا RBM مثلث قائم الزاوية، ضروري خصنا نذكرو في أي نقطة قائم الزاوية، النقطة اللي مكيناش في أبي هي نقطة إم، قائم الزاوية في إم. نجيو الشكل نشوفو واش فعلا الشكل تيتوافق مع هادشي اللي جاوبنا هنايا في الشكل، غادي نلقاو بأن فعلا هاد المثلث قائم الزاوية في إم. السؤال الثالث هو أحسب إم، إذا ثالثا نديرو حساب إم. حساب ام بي، عندنا المثلث قائم الزاوية عنده ضلعين بجوج بهم معروفين، عندنا ام ضلع معروف فهو في 4 سنتيمتر، وعندنا ا بي تاهو معروف في 5، إذا بقينا واحد ضلع، إذا ممكن نستعملوا مقارنة فيثاغورس. إذا مقارنة فيثاغورس الشرط اللي خصو يكون هو أن المثلث خصو يكون قائم الزاوية. لدينا ا بي ام مثلث قائم الزاوية في M، إذن حسب مبرهنة فيثاغورس، مبرهنة فيثاغورس دائما تبدو بالوتر، وخا يكون معروف، تبدو بالوتر هو AB، AB أس إثنان يساوي الضلع الأول أس إثنان AM أس إثنان زائد بام اس اثنان. دابا نشوفوا حنايا شنو محتاجين بام، اذا هاد بام غادي نجيبوها هنا غتولي بام اس اثنان تساوي الدرع اكبر اس اثنان هو ا بي اس اثنان ناقص ام اس اثنان. دابا نديرو التطبيق العدد، التطبيق العدد، اذا بام اس اثنان تساوي بام اس اثنان، هنايا عندنا ا بي تساوي 5، إذا 5 أس إثنان ناقص عندنا أم تساوي 4، ناقص 4 أس إثنان، نكمل في النص صافي ماشي مشكلة، 5 أس إثنان إلى 25 ناقص 16، إذا بأم أس إثنان تساوي 9. شكون هو العدد أس إثنان؟ لأن أس إثنان كان 9 هو 3، إذا بأم نزيدوها تساوي 3 أس إثنان، بأم أس إثنان تساوي 3 أس إثنان، إذا بأم تساوي 3. دابا غادي نشوف السؤال الرابع، احسب كوسينس ديال زاويتين في هذا المثلث، هما الزاويتين الحادتين اللي كاينين في هذا المثلث، واحسب كوسينس
تبغونا كوسينس الزاوية ب ام، وتبغونا كذلك كوسينس الزاوية ا ب ام. التعريف ديال الكوسينس كما شفنا في الحلقات اللي دازت قبل في الدرس هذا، قلنا بان التعريف ديال الكوسينس هو الضلع المحادي، طول الضلع المحادي مقسوم على طول الوتر. اذا بالنسبه لهذه الزاويه ا، الضلع الذي يحادي الزاويه ا هو ام، الوتر هو ا ب. اذا غادي نديرو بالنسبه لهذا الكوسينس غنديرو ا ام مقسومه على ا ب. غادي نعوضو بالاعداد، شنو ا ام؟ ا ام هو 4 طبعا في المعطيات مقسومه على ا ب اللي هي 5. ممكن نخليوها ك 4 على 5، ممكن نحسبوها بآلة حاسبة غتعطينا 0.8. ملاحظة هو أن دائما الكوسينس عمرو يكون أكبر من واحد، يعني إلا حسبتيها غيعطيك 0.، يعني محسوبة بين 0 و 1. ما شتي كلمة تكتب الكوسينس خرج يساوي 3 فاصلة، اللي عمرو أنها عنده خطأ. أنا هنا بالنسبة للزاوية ا ب ام، الضلع الذي يحادي الزاوية ب هذي هو ب ام، والوتر هو نفسه ما تيتبدلش هو ا ب. إذا ب ام مقسومة على ب ا، ب ام يساوي 3 مقسومة على 5 اللي هي 0.6. ترى خليتيها 3 على 5 ماشي مشكل. دابا السؤال الخامس، السؤال الخامس انا غادي نمسح، انتم راه من بعد ممكن توقف الفيديو وتبقى الحال، غادي نمسح غادي نجاوب على السؤال الخامس، انتم ممكن توقفوا الفيديو وشوفوا الحال ديالكم ديك الساعة فوق ما بغيتو تشوفوا. نجاوب على السؤال الخامس عاد غادي ندوز للتمرين الثالث. الخمسة، السؤال الخمسة فيه واحد الرسم وفيه الحساب. الرسم هنايا قالوا لنا الإسقاط العمودي، أش هي الإسقاط العمودي النقطة إم على أب. إذا خصني نستعمل الكوس، خصني نستعمل الكوس باش نجيب زاوية قائمة، ماشي أنا غادي نرسمها هكا، ثم من بعد نستعمل الكوس باش يكون عندك زاوية قائمة هنايا. هذه النقطة اش. السؤال هو احسب اش، احسب اش. دابا بالنسبة لهذ الزاوية هذي، هذه الزاوية شنو ممكن نسميوها؟ ممكن نسميوها كي سميناها قبل ب ا ام، وممكن نسميوها اش ا ام. إذا عندنا الزاوية ب ا ام اش ا ام هي نفسها مغير تساوي، هي تساوي ولكن بالضبط هي نفسها الزاوية ب ا ام. علاش انا في الاول بغيت نستعمل الزوايا؟ لان الا مشيت استعملت هذا قلت لك ام اش ا عنده دير عين جوج بهم جولين، يعني ما يمكنش نستعمل مباراة بيتاغورس. اذا غادي نحاول ما امكن نستعمل جي تمام زاوية الكوسينس. اذا كانوا هاد الزاويتين متساويتين اذا عندهم نفس الكوسينس، اذا كوسينس اش ا ام هو نفسه كوسينس ب ا ام. كوسينس اش ا ام اذا بغينا نستعملوا هذا المثلث هذا، شنو هو الضلع الذي يحادي الزاوية ا؟ هو ا اش. شنو هو الوتر؟ هو ا ام. اذا ا اش مقسومة على ا ام، هذا كنا حسبناه كان خرجنا 0.8 وكان خرجنا حتى 4 على 5. اذا هنايا غادي نعوض ا اش على ا ام اللي هي ا ام اللي هي 4 تساوي 4 على 5. غادي نحسب هاد 4 غادي يجيو هنايا قسمة لنقطة عملية الضرب. إذا 4 على 5 في 4، إذا ا اش تساوي 16 مقسومة على 5، عطينا 3 شي حاجة، المهم واخا خليوها 16 مقسومة على 5 أحسن. يلا دابا غادي نقلوا الحل ديال التمرين جوج، داكشي اللي نقلته قبل وهذا السؤال 5، وغادي ندوزو للتمرين الثالث. دابا غادي نشوفوا التمرين الثالث ديال هذا الفرق، كنا شفنا التمرين الاول شفنا التمرين الثاني، دابا غادي نشوفوا التمرين الثالث. التمرين الثالث هو نكتب ثالثا تمرين ثلاثة، تمرين ثلاثة ا بي سي مثلث، مثلث كما بغا يكون. نحاول ما امكن دائما نتفاداو الحالات الخاصة. انشئ نقطة او بحيث بي او تساوي بي ا زائد بي سي، بين ان او هي صورة ا بالازاحة ذات المتجه بي سي، يعني انشئ. كاين السؤال ديال الرسم، السؤال ديال بين انشئ.
سؤال ثلاثة أعطني هو أنشئ، أنشئ F صورة نقطة C بالإزاحة ذات المتجهة أ. سؤال أربعة أحسب، يعني كاين اللي فيها رسم، كاين اللي فيه بعيد، كاين اللي فيه أحسب. غادي نبداو بالسؤال رقم واحد، نبداو بالسؤال رقم واحد أنشئ. إذا الأول خصني نرسم مثلث، وقلت دائما خصنا نتفاداو الحالات الخاصة، لأن الحالات الخاصة تعطينا شي نتائج ما تكونوش حنايا متوقعينها. إذا هو ABC مثلث، ها هو تفادينا قائم زاويات، تفادينا متساوي الطرفين A B C، ABC مثلث. هنايا بغينا نشوف النقطة أو بحيث بيو زائد بيو تساوي بي أ زائد بي سي. شو قلنا بأن مجموع المتجهتين تبدو بنفس الأصل، عندهم نفس الأصل. إذا النقطة اللي تنقلبوا عليها هي ديك النقطة اللي ناقصة لتكوين متوازي الأضلاع. إذا شفنا كاف بي سي وشفنا بي أ، إذا النقطة اللي ناقصة باش نكون متوازي الأضلاع تجي هنا. إذا خصني ندير إنشاء ديال متوازي الأضلاع. إذا باش نشوفوا متوازي الأضلاع تناخذ هذه المسافة هذه هكا، ندير واحد القوس هنا. المهم راه الربيعات ديالكم تتعرفوا تنشئوا متوازي الأضلاع. تناخذ هذه المسافة هذه هيا، تنجي قوس هنا، تندير واحد القوس هكا، وحنا لقينا النقطة أو، لقينا النقطة أو بالضبط بيناتهم، الأعصاب بيناتهم، إما بخطوط متقطعة ولا بيناتهم مباشرة باش يبان بأنه متوازي الأضلاع. هاهو، صافي، حنا السؤال الأول سالينا، السؤال الثاني. السؤال الثاني فيه بين ان يعني خصنا نديرو البرهان، ماشي شي برهان كبير، برهان بسيط، بان او هي صورة ا بالازاحة ذات المتجهة بي سي. اذا باش نديرو هذه يكفي نبينو بان المتجهة بي سي تساوي المتجهة ا او. اذا غادي نطبقهم هذا، لدينا في المعطيات لدينا بي او تساوي بي ا زائد بي سي. هذه عندنا في المعطيات مزيان. اذا هذا الرباعي ا بي سي او هو متوازي الاضلاع. اذا ا بي سي او متوازي الاضلاع. اذا كان هذا الرباعي متوازي الاضلاع، اذا المتجهه ا او تساوي المتجهه بي سي. اذا المتجهه ا او تساوي المتجهه بي سي، ومنه أ هي صورة أ بالإزاحة ذات المتجهة أ. إذن دابا سألنا السؤال الثاني، السؤال الثالث فيها الرسم، أنشئته. إذن عندهم ثالثان هنا، عندنا الرسم، أنشئ F صورة C بالإزاحة ذات المتجهة أو. إذا F صورة C بالإزاحة ذات المتجهة أو تتعني بأن المتجهة أو تتساوي المتجهة CF. إذا دابا ننشئ متجهتين متساويتين، عندنا المتجهة أو تساوي المتجهة CF، هذه المتجهة أو أصلا تساوي المتجهة BC. إذا حتى CF تكون تتساوي BC. إذا باش نحافظوا على نفس الاتجاه فقط يكفي نطور هذا المستقيم، نفس المستقيم أما متوازيا. إذا خصني ننشئ واحد المستقيم تبدي بنقطة سي ويوازي أو هو، نحافظ على نفس المنحنى، المنحنى من أ نحو أو هو المنحنى من سي نحو إف، ونحافظ على الطول. إذا نكفي نحسب غير هذه المسافة هذه، ولا بالبيكا نحسب هذه المسافة هذه، نحسب هذه المسافة هيا، هذه النقطة إف، نربط بيناتهم، نربط بيناتهم باش يبان بأن عندي متوازي الأضلاع لأن متجهتين متساويات. هذا السؤال ثلاثة تا هو خط في غير رسم. دابا السؤال الرابع، السؤال الرابع أحسب، يعني خصني نحسب كاين أبي زائد أو هيا، كاين أو زائد إف سي، كاين اخر.
هل هذا ا بي زائد ا او ممكن نجي هنايا الشكل نقول بما ان ا بي سي دي متوازي الاضلاع ا بي سي او متوازي الاضلاع فان متجه ا بي زائد ا او تساوي اس مباشره يعني اوكي خصني نذكر بان متوازي الاضلاع باش نتفادى هذا نكتب مثلا هنايا متجه ا بي متجه ا او تساوي متجه بي سي يعني باش نكتب ا او نكتب بي سي ونستعمل علاقة شار نحيدو النقطة ب شنو غادي يبقى لنا؟ غيبقى لنا تساوي اس وممكن نديروها مباشرة هنايا ا او زائد اف سي المتجهة ا او هي المتجهة اف سي هي إذا ما تربط بيناتهم شي نقطة ما نقدوش تبقاو علاقة شار مباشرة إذا نديرو ا او غادي نشوفو نقدو نعوضو المتجهة اف سي بشي متجهة تساويها المتجهة اف سي هي المتجهة او ا إذا زائد او ا اختزلوا النقطة E غادي يبقى لنا A تساوي المتجهة المنعدمة تنديرو صفر وتنديرو فوقو متجهة قدنا السؤال الأخير ولا الحساب الأخير AB زائد FE زائد BF إذا هنايا AB زائد FE ما عندناش نقطة مشتركة ولكن عارفين بان الجمع تبادلي اذا نقدر نبدل الاماكن اذا ا بي شكون تقدر تجي معايا بي اف اذا نبدل الاماكن ا بي زائد بي اف زائد اف او اذا ا بي زائد بي اف نقدر نستعملوا علاقه شار نحيدوا بي عندنا ا اف هاد اف او تبقى هكا زائد اف او نختزلوا نقطه اف تعطينا تساوي ا او وهكذا يكونوا تلاميذتنا الاعزاء سالينا هذا التصحيح ديال الفرمزيه رقم 2 نتمنى تكونوا استفدتوا والى حصه مقبله ان شاء الله.